السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أعمل لكم كيف تفريز الملوخية. طبعا أنا جبتها مقطعة جاهزة ملقطة زي هيك، ممكن تجيبيها بعدانها وتلقطيها أنتي. غسلتها، حطيتها بمي، غسلتها وقمتها، عودت رجعت حطيتها بمي وغسلتها وقمتها لحد ما لقيت المي صارت نظيفة. هسه بدي أحطها على شريطة نظيفة عشان تنشف ورقتها، مش تنشف بالمرة، يعني تنشف انه يبطل فيها المي، هاي ما بدي اياها تكون فيها مي. وبعد ما تنشف ان شاء الله فرجيكم كيف بدي افرمها، وبعدين افرجيكم كيف بدنا نفرزها ان شاء الله. تفريزها ان شاء الله بيعجبكم، بتضل الملوخية خضرة كأنك يعني هسه اللي فرماها، كأنك مش مفرزاها يعني، كأنك جايباها طازة. فان شاء الله بتعجبكم. خلينا نروح ننشف الملوخية من المي وبعدين برجع لكم. وهيك زي ما انتم شايفين حطيتها على بشكير، طبعا هذا بشكير نظيف خصوصي للتنشيف الملوخية عندي، فبدي اخليها شوي بس المي اللي تبعت الغسيلها تروح، وبعدين نبدأ نفرمها ونكمل ان شاء الله خطوات تفريز الملوخية. زي ما انتم شايفين نشفت الملوخية، فبدي ابدأ اخرطها. تخريط الملوخية طبعا بيرجع لك، ممكن يكون عندك في مطحنة لفرم الملوخية عادي ما في مشكلة، ممكن في فرامة يدوية زي هيك زي هاي، وممكن في مفرمة الكهرب زي ما قلت لكم. فالفرمها حسب ما انت بتحبيها، برضو النعومة تبعتها حسب ما انت بتحبيها، هذا برجع لك. فأنا بدي أفرمها هسه إن شاء الله وأفرجيكم إياها بعد ما أخلص فرمها، لأنه هي طريقة التفريز مش بالفرم. يعني أنا حكيت لكم الخطوات إنه لازم نغسلها، لازم ننشفها، لازم نفرمها، بس أخلص فرمها إن شاء الله أفرجيكم إياها، أفرجيكم طريقة التفريز تبعتها. أنا هيك خلصتها فرم الملوخية بالمفرمة العادية اليدوية. بدي أفرم لكم إن شاء الله الوجبة الثانية، بدي أفرمها على مفرمة اللحمة تبعت الكهرباء اللي بنعمل فيها اللحمة وبنعمل فيها الكبة وبنعمل فيها الشطة، يمكن عرفتوها. هسه أنا إن شاء الله بس أخلص الوجبة هاي بدي أعملكم الوجبة الثانية بمطحنة اللحمة عشان تشوفوا. هاي الطريقة يعني شوي بتتعب، هذيك كتير سهلة، اللي بحب يعملها زي هيك زي ما حكيت لكم، واللي بحب يعملها بالكبة العادية تبعت المطحنة العادية أو بمطحنة اللحمة زي ما أنتم بتحبوا. بس بدي أفرجيكم مطحنة اللحمة كيف إنها سهلة كتير، مثلا بتحبيها خشنة بتعمليها وجبة واحدة، بتحبيها ناعمة بتعمليها بتعودي تطحنيها مرة تانية. فخلينا نخلص الوجبة هاي إن شاء الله وأفرجيكم كيف بدي أعملكم إياها بمفرمة اللحمة. وهيك خلصت فرمها، بدي احطها بكيس التفريز، بدي اجيبها من الصينيه واحطها بكيس التفريز وافرجيكم شو بدي اعمل فيها. وانا هيك بعد ما حطيتها بكيس التفريز في عندي مي بارده كتير من الفريزه، واذا في ثلج كمان افضل. بدي احط عليها مش معلقه ملح، اهو الكميه اللي بتكون عندك الملوخيه. انا تقريبا ربع كيلو ورق ملوخية، بده تقريبا على طرف المعلقة ملح، وبده نص كاسة مي زي هاي. زي ما حكيت لكم لو مي التلج افضل، انا عندي مية هاي بالفريزر بس مش جامدة، بس لو في قطع تلج معها بكون افضل. فبدي احط نتفة ملح، احط نتفة من المي وافرجيكم شو بدي اعمل. زي ما انتم شايفين هاي الملوخية بدي احط عليها نتفة ملح، وبدي احط عليها نتفة مي تقريبا نص الكاسة زي ما حكيت لكم، وبدي اخضها هيك، شايفين لونها احلى، فممكن انها تاخذ معي الكاسة كلها احنا والكمية زي ما حكيت لكم. بدي اعود ادير عليها كمان مي، بحركها هيك زي ما انتم شايفين،
شايفين ما احلى لونها صار. زي ما انتو شايفين هيك بتكون جاهزه لاني احطها بالفريزر. بدي اطحن لكم الملوخيه ان شاء الله في مطحنه الملوخيه وافرجيكم اياها كمان ان شاء الله هسه. خليني احط هاي بالفريزر ونعمل ان شاء الله واحده تانية. وهيك الملوخيه بعد ما نشفتها فبدي اعملكم الطريقه التانية تبع فرم الملوخيه. زي ما انتو شايفين بالمفرمة هاي بدي افرم لكم اياها. نحط الملوخية هيك الملوخية. اذا بتحبيها انعم من هيك ممكن انك تعمليها وجبة تانية، انك تعودي ترجيها بالمطحنة وتعودي تطحنيها مرة تانية، واذا هيك استكفيتي في نعمتها خلص بكفي. فبدي افرجيكم كمان هاي نفس الطريقة، بدي احط لها مية متلجة ونتفت ملح واحطها بكيس تفريز. وهيك الملوخية صارت جاهزة، بدي احطها بالفريزر وان شاء الله الطريقة بتعجبكم يعطيكم العافية.